talking big like somebody's listening. But it's listening. It's so fun and games. Tell me why you left me bleeding. انقاذ عادي، حارس غير عادي هذا اليوم في دار عازل امام المرمى. دي بروين يعترف هنا بروعة هذا الانقاذ. روح يا لويس سواريز. ميسي، ليونيل ميسي جيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير. كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. اعتمد على نفسه اكثر من اللازم في الكره الاخيره. لا يمكنك ان وحاله انفراد ليونيل ميسي. جول هدفين متتاليين في فتره وجيزه جدا. لعبه من طراز عالي، لمسه في منتهى الروعه. يملك مهارات كبيره بالكره. هدف واحد الان. كانت تبدو واعدة هذه الهجمة. لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. لمسة على اليسار. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. ليونيل ميسي. تشتيت الآن. يستعيد الكرة بشكل سريع. واحد على واحد. ويمر. ستبدا احداث الشوط الثاني الان. يلعبها في المساحه. كره تصل الى دي بروين. يلعب كره على اليسار. الان فرصتهم للمرتده. تحرك جميل. انت في نايمه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتحرك لوحده. يهاجم. ليونيل ميسي. نيمار. عرضية ضربة. غوريتسكا عليه رقابة كبيرة في مباراة اليوم ويعاني للتخلص منها. أنها تعتمد دائما أسلوب الاستحواذ كأهم شيء وكذلك حرمان الخصم من الكرة. لويس سواريز في المرمى. الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. واضح جدا للجميع بصراحة ما مجريات هذه المباراة تقريبا يمكن.